الموجز الإخباري مستمعين عبر تيري افريقيا فام اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري البدايه بالملف السياسي حيث علقت الجمعيه الوطنيه في غانا اعمالها لاجل غير مسمى في اعقاب نزاع قانوني حول المقاعد البرلمانيه الشاغره جاء هذا القرار قبل اقل من شهرين من الانتخابات العامه في البلاد امنيا قال جيش الكونغولي انه استعاد السيطره على بلده كانبي شرق البلاد غدة سيطره حركه ام 23 المتمرده عليها امنيا دائما ندان الاتحاد الافريقي اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات في موزمبيق وحث جميع الجهات السياسيه على الحفاظ على الهدوء بينما تنتظر البلاد الاعلان الرسمي عن النتائج النهائيه للانتخابات من قبل المجلس الدستورية في خبر آخر دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إصلاح مجلس الأمن والهيئات الدولية الفاعلة مؤكدا ضرورة إضافة مقعدين دائمين لإفريقيا في المجلس جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي في أديس في تضامن الدولي مع القضية الصحراوية أبرز الناشطان السويديان المتضامنان مع القضية الصحراوية بنجامين لادرعا وسناء قطبي بالجزائر العاصمة أبرز أنهما يسعيان من خلال عملاتهم التحسيسيه دراجه من اجل الصحراء الغربيه لنقد معاناه الشعب الصحراوي وايصال صوته في ظل سياسه تكميم الافواه التي ينتهجها الاحتلال المغربي بحقهم وايضا من اجل دعم نضال الشعب الصحروي لنيل الحريه. في المغرب تصاعدت الانتقادات الموجهه لمشروع القانون المالي لسنه 2025 في المغرب حيث يراها العديد من الفاعلين السياسيين والمهنيين تكريسا لسياسه يوليبرالية تخدم مصالح فئه محدوده وتعمق الأزمة الاجتماعيه والاقتصاديه مثيره خيبه امل لدى الاوساط الشعبيه. في اخبار يا رياضه يخوض اليوم المنتخب الجزائري لكره اليد سيدات مواجهتين وديتين امام نظيره السنغالي في الجزائر تحسبا لمشاركته في بطوله افريقيا للامم المقرره بعاصمه جمهوريه كونغو الديمقراطيه كينشاسا ما بين 27 نوفمبر الى غايه السابع من ديسمبر القادم. في اخبار يا رياضه دائما فاز منتخب السنغال لكره القدم على موزمبيق بستة أهداف مقابل ثلاثة في أمم إفريقيا ليتأهلا لمواجهة مصر في نصف النهائي الخميس المقبل بهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين إلى نهاية هذا الموعد الإخباري إلى اللقاء